سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة نتحدث فيها عن المعركة القانونية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية أيضا التي خاضتها مصر لاستعادة كامل الأرض المصرية، وخاصة استعادة طابة. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة لإدلاء بشهادته التاريخية حول كل ما يتعلق بهذه التفاصيل في هذه المعركة معالي الدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة الدفاع المصرية عن طابة ورئيس جامعة القاهرة سابقا ووزير التعليم العالي سابقا أيضا، وهو أولا وآخرا أستاذ القانون الدولي. أهلا بكم يا فندم، وكل سنة وسيادتك طيب. يا سيدي أهلا بيك، وكل سنة وأنت طيب ومصر كلها طيبة وبخير. اليوم تحتفل مصر بالذكرى 32 لاستعادة طابة، وهذه ذكرى عزيزة وغالية علينا جميعا. لا شك أنها تحمل بداخلكم يعني مشاعر خاصة، وفي كل عام في هذا التوقيت تتجدد هذه المشاعر، حدثنا عنها. والله مشاعر كثيرة، إنما كلها مشاعر سعادة وفرحة واعتزاز إن كان لي شرف أن أكون أحد يعني الفريق الذي ساهم في الدفاع عن أرض مصر وفي تحرير آخر بقعة من أراضيها في سيناء، أرض طابة، ومعها أيضا قطعة أخرى لا تقل أهمية عن طابة وهي منطقة رأس النقب. في هذه الذكرى الغالية اللي تتجدد كل سنة، الحقيقة أشعر بقوة، أشعر بفرحة خاصة، أشعر بأن يعني القيم والموس العليا اللي كنت دايما أتغنى بها وأتحدث عنها وجدتها مجسدة في معركة الوقوف ضد الظلم، معركة استعادة الحق، معركة الانتصار بالمنطق، بالقانون، بالأسلوب العلمي، بالتسوية الودية الهادئة. أشعر باعتزاز مصر كلها يوم لما صدر هذا الحكم، وكيف كانت فرحتها، والقيادة السياسية والمسؤولين وأبناء الشعب المصري وأبناء العالم العربي كله الذين كانوا يتابعون هذه المعركة وكيف ستنتهي. أشعر وكأنك العالم كله كان منتظر صدور هذا الحكم ليطمئن إن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وفي النهاية لا يمكن للعدوان أن يرتب آثارا لصالح المعتدي، وإن في النهاية الإنسان المظلوم طالما إنه مؤمن بحقه وبيدافع عنه ومستعد للتضحية من أجله فربنا بينصره. الحقيقة بتنتابني يعني مشاعر جميلة، وأستعيد ذكريات وتفاصيل، وأشعر وكأن هذا الحدث اللي مر عليه 32 سنة النهاردة كأنه بالأمس، وأذكره بتفاصيله. ما هي الذاكرة بتختزن أشياء معينة وتنسى أشياء أخرى. أنا كل ما يتعلق بطابة، منذ أن كان لي شرف أن أسهم كمستشار قانوني للوفد المصري في البداية، ثم عضو في اللجنة القومية، ثم عضو في هيئة الدفاع، ثم متابعة حكم التحكيم إلى أن صدر واستلمنا، كل هذه التفاصيل تفاصيلها في ذاكرتي، وكلما تذكرتها وتخيلتها وتخيلت أحداثها أشعر بسعادة كبيرة جدا. وأنا نفسي أن ملايين المصريين وملايين العرب وملايين المحب للسلام يشعرون نفس المشاعر الحلوة الجميلة التي أشعرها وأنا أستعيد هذه الذكرى. نعود بالتاريخ إلى ما قبل 32 عاما، وكانت مشاعر المصريين في ذلك الوقت تنظر إلى ماذا ستصنع مصر وماذا ستقوم هيئة الدفاع المصرية لدفاعها عن طابة، وهل ستكسب مصر هذه القضية في المحكمة الدولية بعد أن انتصرت عسكريا على العدو، وأشياء كثيرة جدا. لكن في ذلك الوقت اطمأن الجميع عندما طالعوا أسماء هيئة الدفاع لأنها حملت خبرات مصرية في القانون، في الجغرافيا، في الدبلوماسية إلى آخره. ماذا تحملون من ذكريات لهذه الهيئة بأعضائها؟ شوف حضرتك،
يعني فرحة المصريين يوم انتصار أكتوبر كانت فرحة عظيمة جدا. فرحة المصريين لما تم توقيع اتفاقية السلام سنة 79 وتقرر فيها الانسحاب الكامل من كل الأراضي كانت عظيمة جدا. وبقى المصريين من 79 ينتظرون في لهفة يوم رفع العلم المصري على سيناء، اللي كان مقرر ان على 3 مراحل يتم الانسحاب القوات الإسرائيلية ويتم رفع العلم المصري في 25 ابريل سنة 82. وبقدر اللهفة والفرحة والانتظار، بقدر ما حصل نوع من الألم والقلق لما تبين ان إسرائيل تماطل وتراوغ وتريد ان تحتفظ ببعض المواقع. فمن هنا بدأ القلق ينتاب المصريين، هم بين نارين، نار إيمانهم بأن ما زاد هناك أجزاء من أرض مصر لم تحرر لا عسكريا ولا سياسيا، ويجب أن يتم الانسحاب منها لأن الأرض غالية ولا يمكن التفريط في أي شبر من أراضيها. إنما هم في نفس الوقت قلقون إن الخطوة الثانية دي إتمام الانسحاب هيكون إزاي؟ هل بمعركة عسكرية؟ غير وارد، عديد من الاعتبارات، لا المجتمع الدولي يقبل ولا الولايات المتحدة هتقبل، ولسه خارجين من معركة عسكرية وعاملين اتفاقية سلام، ثم المفاوضات لجأنا إليها ولكن أمامنا تعنت إسرائيلي شديد جدا وتريد الاحتفاظ بهذه المواقع الحساسة الهامة وبالذات طابة ورأس النخب بأي ثمن. فبدأوا يعيشون في قلق. فعندما طرحت فكرة التحكيم بدأنا نتحمس لها ونستعد لها، نحن الفريق الذين كلفنا بهذا في اللجنة القومية وفي هيئة الدفاع، بدأ القلق ينتاب البعض، ولكننا قد نخسر هيئة التحكيم، كيف نضمن أن الحكم سيظهر لصالحنا؟ ألا يخشى أن يحدث نوع من التأثير على هيئة التحكيم بتخويفهم أو بإغراءهم؟ كيف نضمن هذا؟ وإذا صدر حكم من هيئة التحكيم ما هيبقى حكم نهائي. وبدأت بعض الأقلام تكتب وبعض النقابات تجتمع تقول حذاري من الالتجاء للتحكيم، النتيجة مش مضمونة. وأنا أذكر أني دعيت إلى محاضرة في إحدى النقابات المهنية لأتحدث عن التحكيم وأبين مزاياه، وأننا كصاحب حق ما يجبش أن أنا أخشى ويجب أن أنا أستعد. فاستقبلت يعني باستهجان شديد من قيادات هذه النقابة، أنت يا فلان وأنت أستاذ القانون الدولي وعارف الظروف والملابسات وإسرائيل ومن يدعمها، كيف تقبل مخاطرة أن احنا نلجأ إلى التحكيم؟ يعني كان في شكل من أشكال الضغط الرأي العام عليكم أيضا؟ أي طبعا، قلق الرأي العام، هو يخشى أن يدخل معركة مش مضمونة عواقبها من البداية. ثم فوجئنا بعد ذلك احنا هنعمل اتفاق تحكيم، هذا الاتفاق لابد أن يعرض على البرلمان ياخذ شان اي اتفاقيه موافقته. وتحدث معي المرحوم الدكتور عصمت عميد وزير الخارجيه ومع اعضاء اللجنه، احنا لابد نستعد نروح نقنع البرلمان من خلال لجنته المتخصصه باهميه التجاءنا للتحكيم، فهو المتاح لنا طبقا للاتفاقيه وهذا ما يقبله المجتمع الدولي، واحنا مستعدين واقوياء ودرسنا الملف. فذهبنا الى هذه اللجنه لاقناعهم، فقوبلنا بهجوم من البعض، هجوم شديد جدا. البعض الآخر كان يثق إن إحنا أصحاب حق وإن هنعالج الموضوع بأسلوب علمي، والقيادة السياسية بتتابع الموضوع بمتابعة شديدة، وبالتالي ليس أمامنا إلا إحنا نلجأ ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر إن قلت لهم في النهاية، اسمعوا يا جماعة، إذا كان كل واحد صاحب حق يخشى أن يلجأ إلى القضاء عشان يبين إنه صاحب حق، طب الحقوق هتضيع. البعض يرد يقول يا أخي نسيبها مسيرها ترجع لنا، وكان ردي لا، مفيش حاجه اسمها مسيرها ترجع لنا. طب ما احنا شايفين قضيه فلسطينيه نتيجه طول المده شويه بشويه القضيه بتخسر، فما احنا لابد نسارع. المهم كانت محاوله اقناع المعترضين، ومش معترضين يعني ان هم مش عاوزين، خشيه ان التحكيم لا يكون في صالحنا. ولكن الحقيقه ايماننا بان احنا اصحاب حق، إدارتنا المعركة بأسلوب علمي، اعتمدنا على الخبراء والمتخصصين،
اللي جميعا كانوا يتمتعون بحس وطني متميز للغاية، مش داخلين قضية عادية يا نكسب يا نخسر احنا هنبذل جهدنا، لا ده احنا داخلين قضية استرداد الارض، الشرف، العرض، الكرامة. وزي ما انتصرنا في اكتوبر لازم ننتصر في المعركة القانونية القضائية. فكل هذه الاعتبارات اعطتنا قوة، وكانت يعني ارادة الله سبحانه وتعالى معنا باعتبارنا اصحاب حق، فكان التوفيق من الله سبحانه وتعالى. من تحب ان تذكر من اعضاء هذه اللجنة الان؟ اذكرهم جميعا، احنا كنا فريق تيم متكامل. صحيح كل واحد في تخصصه، انا كرجل قانون بشتغل مع 4-5 بتوع قانون، وفي بتاع جغرافيا، وفي بتاع تاريخ، وفي بتاع استراتيجية، وفي قوات مسلحة، وفي صهر. كنا حوالي 25 واحد اللجنة القومية لطابة، وهيئة الدفاع امام المحكمة حوالي 10 منهم اساسا القانونيين فيهم. تقول لي تذكر من؟ اذكرهم جميعا اللي توفاهم الله سبحانه وتعالى، اللي لسه باقين على الحياة. كنا على قلب رجل واحد، وكان معانا شعب بيدعمنا وبيثق فينا وبيدينا قوة وقيادة بتتابعنا اللي تطمئن. فالحقيقة مش حاول أذكر بعض، يعني قيادات وزارة الخارجية، الدكتور نبيل العربي، السفير أحمد ماهر السيد، السفير أحمد أبو الخير، السفير حسين حسونة، السفير بدر همام، وغيرهم كل القيادات، أساتذة القانون، المحكم المصري أستاذي الجليل الدكتور حامد سلطان، ده كان عضو هيئة التحكيم المصرية اللي مصر اختارته، ولعب دور كبير في أنه يقنع القضاء الآخرين الثلاثة المحايدين اللي موجودين، في محكمة إسرائيلية، محكم مصري، وثلاثة محايدين، خمسة. والمحكم المحكمة الإسرائيلية عاوزة تقنع الثلاثة الآخرين بوجهة نظرها، والمحكم المصري عاوز يقنع الثلاثة بوجهة نظره، وهكذا. فالمحكم المصري أستاذي الجديد ده قمة من قمم القانون الدولي، كان ليه دور كبير جدا طبعا. وأساتذة القانون الدولي زملائي، دكتور طلعت الغنيمي أستاذ القانون الدولي بجامعة اسكندرية، زميلي في القاهرة الدكتور صلاح عابد توفاهم الله رحمة الله عليهم جميعا، الدكتور أحمد صادق القشيري، دكتور جورج أبي صعب، دكتور يونان لبيب، دكتور يونان لبيب أستاذ التاريخ، الدكتور يوسف أبو الحجاج أستاذ الجغرافيا، وقبل هذا وذاك المرحوم الدكتور وحيد رأفت اللي كان نائب رئيس حزب الوفد وأستاذ القانون الدستوري، وكان نائب رئيس مجلس الدولة. الفريق كله، يعني أنا مهما ذكرت بلا استثناء، وفي القوات المسلحة القمم اللي جت من قيادات القوات المسلحة والاستراتيجية، ومن الخارجية حتى اللي ما هماش في درجات عليا سفرة، الشبان الصغيرين أنا داك كلهم كبار دلوقتي، الجميع الحقيقة كان بيعمل بجهد وبإخلاص وبتفاني وبتفرغ كامل لهذه القضية وبحس وطني على أعلى مستوى. دامت فترة من الزمن هذه التداولات وهذه المحاكمة، دامت فترة من الزمن سنوات، وأنتم تقدمون الأوراق والوثائق. ما هي أهم اللحظات التي شعرت فيها بأنه قد نخسر هذه القضية؟ في بعض الأحيان نجد مثلا أن الوفد الإسرائيلي قدم مستند صادر من جهة قد تكون دولية أو جهة عادية ليس في صالحنا، فننزعج. في لحظة تانية نجد أنه جاب مستند خريطة صادرة من هيئة المساحة المصرية وليست في صالحنا، مع أنها صادرة من جهة مصرية، انما ده طبيعي. احنا كمان قدمنا بعض وثائق صادره من اسرائيل نفسها بتؤكد ان طابه مصريه، انما لان القاضي لما بيحكم ما بيعتمدش على مستند واحد او على واقعه معدده، ده بيجمع مجموعه الحجج اللي بيقدمها كل فريق، سواء في مذكراته المكتوبه، سواء في الخرائط، سواء في المستندات، في المراسلات، في الصور، في المرافعه الشفويه، في الحجج القانونيه، في شهاده الشهود، بيجمع كل ده ويشوف مين اللي معظم الحجج في صالحه اكتر. انما وثيقه ضدك او مش ضدك، بس احنا كنا نلاقي وثيقه مش في صالحنا ننزعج جدا، كنا ننزعج. ايضا اللحظات اللي احنا شعرنا فيها بالقلق، فوجئنا في يوم من الايام الوفد الاسرائيلي بيقول انا عندي فيلم عاوز اعرضه هياكد لعداله المحكمه ان طابه اسرائيليه. احنا انزعجنا، قلنا ده فيديو
ممكن يكون فيه قص ولزق ومعمول فيه مونتاج وبيلعبوا فيه. قلنا لا لا، احنا لما حددنا امام هيئه التحكيم ايه الوثائق اللي ممكن تقدمها، قلنا الخرائط، المستندات، الحاجات الرسميه، الاصول بتاعتها. انما ما قلناش ان حد يقدم فيلم متفبرك ولا لا لا لا. فرفضنا. كانت المحكمه قالت الراي له. احد الاعضاء عندنا قال ليه يا جماعه؟ قول لهم نشوف الفيلم ده وبعدين نقول لكم موافقين ولا لا. قلنا له والله فكره. قلنا المحكمه طيب، مع ان ده ليس من ضمن الوثائق المسموح بها، انما لا مانع ناخده ونشوفه بكره نقول لكم راينا. واخذناه ورحنا الى مقر السفاره البعثه المصريه في جنيف، وقعدنا كلنا الفريق المصري عسكريين ومدنيين سفراء واساتذه ونشوف الخريطه. وجاء بعضنا بقى نواحي فنيه قال لا بس ده الفيلم ده اللي هم بدينه كده، هذه ارضك يا اسرائيل وموسيقى كلاسيك ومش عارف ايه وقاعدين ملعوب فيه، وكشف التلاعب اللي فيه ده سهل جدا، انا هكشفه، ده احنا لازم نعرضه. قلنا له قالوا انا هتولى ان انا افضح تحول الى ادانه. فروحنا للمحكمه ثاني يوم، ممثل مصر في هذا الدكتور نبيل عربي، السفير نبيل عربي، قال احنا لاثبات حسن نوايانا لا نمانع في عرض الفيلم. فتم عرض الفيلم وانبرى هذا الزميل الدكتور يوسف ابو الحجاج استاذ الجغرافيا رحمه الله عليه، يشرح ازاي معمول في مونتاج وازاي الندى غير طبيعي والندى مزور وان وان وان. وبالتالي انقلب هذا المستند اللي كان الاسرائيليين معتقدين انه صالحهم انقلب ضدهم. ما الذي حدث بالنسبه لنقطه الحدود 91 واللغط الذي قامت به اسرائيل، وفي النهايه اكدنا انها ارض مصريه وهذه النقطه نقطه حدود مصريه؟ هو طبعا كما تعلم حضرتك الخلاف اللي كان بيننا وبين اسرائيل احنا بنسميه في القانون الدولي ده خلاف على مواقع بعض علامات الحدود، هو ليس خلاف على الحدود. يعني اسرائيل مش منازعه ان حدود مصر معروفه من سنه 1906 لما كانت جزء من الامبراطوريه العثمانيه ثم استقل بخريطه 1900، فالحدود مش متنازعه عليها. انما ازاي هذه الحدود تحولها من الخريطه على الارض على الطبيعه، بتبقى عملية ترسيم الحدود، إنما تحديدها مفيش خلاف، اللي هو بيسمى ديليميتيشن تحديد الحدود، ديماركيشن يعني تعلمها على الأرض. فهم اختلفوا في العلامات، إحنا نقول العلامة هنا فتبقى الأرض تبعي، هو قال لي لا ده العلامة هنا تبقى الأرض تبعي. فخلاف حول بعض المواقع. إسرائيل زعمت إن الـ14 علامة في خلاف حول مواقعهم بين مصر وإسرائيل، منهم 9 علامات في الشمال الفرق بيننا وبينهم بسيط، أمطار قليلة لا قيمة لها إطلاقا. 9 علامات في الشمال، هو يقول العلامة هنا، أنا أقول له لا ده العلامة أبعد من كده، يعني ده تفرقش. وفي 4 علامات في الوسط اسمهم علامات رأس النقب، 85 86 87 8، دول مهمين لأن الخلاف بيني وبين إسرائيل يجعل ان قطعة مساحتها 5.5 كيلومتر مربع يتبقى تبعي يتبقى تبعي. لو كان المواقع اللي هو بيقولها العلامات صح يبقى ياخد 5.5 كيلومتر، اذا كان اللي انا بقوله صح يبقوا تبعي. دي منطقة رأس النقب، منطقة استراتيجية وعسكرية هامة وفيها مطار عسكري. اخر علامة حدود مصر حدودها من رفح شمالا الى طابة جنوبا، من العلامة 1 فوق للعلامة 91 تحت اخر على خليج العقبة. العلامة طابة 91 لو الموقع اللي هو بيقوله صح يبقى طابة تبعه كلها، صحيح انها مساحة مش كبيرة كيلو متر وخمس، موقع استراتيجي، انها موقع استراتيجي، دي ملاصقة لإيلات البناء الاسرائيلي، 7 كيلو من إيلات تقريبا لازقة فيها، وسياحيا واستراتيجيا وتبة عالية، اعتبارات كثيرة جدا وآثار وحاجات كثيرة. فطبعا هو بيقترح موقع يجعل طابة تبعه وانا بقول لا ده الموقع الحقيقي ده اللي تبعي. فهنا كان الخلاف حول علامات الحدود، واحنا بنأكد وجهة نظرنا وهو بيأكد وجهة نظره، انما احنا قدمنا المستندات التي تؤكد صحة ما نقدمه، سواء في مذكرات قانونية مكتوبة وبمستندات وخرائط، سواء في المرافعات الشفوية اللي قدمناها، سواء في شهادة الشهود اللي جبناهم، سواء لما هيئة المحكمة انتقلت لتروح وتشوف الموقع
على الطبيعة، وكل فريق يقول لا ده العلامة الحقيقية هنا، وكانت في علامة بس إسرائيل نزعتها ورمتها من مكانها، وهكذا. من كل هذه الحجج والمستندات واللي مقدمة ومشروحة بأسلوب علمي، اخترعت المحكمة بعدالة ما نطالب به، وأن رأس النقب بأكملها مصرية ومنطقة طابة بأكملها مصرية، ويتعين الانسحاب منها. صدر قرار المحكمة في 29 من سبتمبر، لكن تم تطبيقه وتسليم الأرض رسميا كان في 19 مارس. أولا، كيف تلقيتم نبأ قرار المحكمة؟ احنا كنا موجودين في المحكمة، لأن المحكمة رفعت جلساتها، احنا استمرينا فترة أكثر من سنتين، نروح المحكمة نقدم مذكرات، نروح لترافع، نسمع شهادة الشهود إلى آخره. جت في 5 سبتمبر قرار سنة 88 رفع الجلسات، انتظارا ان هم يتداولوا الخمسة المحكمين فيما بينهم ويصدروا الحكم، وحددوا الموعد هيكون يوم 29 سبتمبر 88. احنا الوفد المصري بأكملنا موجودين نستمع، والوفد الإسرائيلي موجود، وأجهزة الإعلام المحلية والعربية والعالمية كلها بتسجل هذا الحدث وإعلان الحكم، فكنا موجودين جميعا. طبعا عندنا إحساس بالراحة نسبيا، لأن كل الشواهد وكل المراحل اللي مرينا فيها كان موقفنا أقوى، مذكراتنا أقوى، مرافعاتنا أقوى، شهودنا أقوى، إنما مع ذلك عندنا بعض القلق، ولهذا انتظرنا لحظة النطق بالحكم. والساعة 2:30 في هذا اليوم التاريخي دخلت هيئة المحكمة الخمسة، وأعلن رئيس المحكمة أن المواقع التي اقترحتها مصر في منطقة رأس النقب هي الصحيحة، والموقع اللي قالته مصر في طابة هو الصحيح، وبالتالي رأس النقب مصرية بأكملها وطابة مصرية بأكملها ويتعين. طبعا كانت فرحة عارمة، وهللنا من كتر فرحتنا وبصوت عالي، وبالعكس الفريق الثاني خيم عليه الهجوم الشديد، حتى أن القضية الإسرائيلية الحكم صدر بأغلبية 4-1 المصري زائد 3 المحايدين، وهي الإسرائيلية مخالفة، انفعلت وقالت أنا مش مقتنع بهذا الحكم، الحكم ده باطل، ده غير قانوني ده. فرئيس المحكمة قال لها هدئي من روعك، الحكم صدر بأغلبية 4-1 اللي هو أنت، وأنت ليس من حقك إلا أنك توافقي عليه، وإذا اعترضتي عليك أن تسجلي وجهة نظرك في وثيقة بتسمى الرأي المخالف، ترفق فقط في الحكم ولا تغير ولا تقدم شيئا، وقد كان. على ماذا كانت تراهن إسرائيل رغم أنها يعني ليست صاحبة أرض؟ هي تعلم أنه ليست صاحبة أرض ولا تملك الحقائق والمستندات التي تدافع عن موقفها، لكن هل هي تخوض معركة هي تعلم أنها خاسرة فيها، أم أنها كانت ترمي إلى شيء ما؟ هي كانت تراهن على أن الوفد المصري لن يكون قادرا أن يقدم بموضوعية وبقوة وبأسلوب علمي الحجج التي تؤكد حقها، فهو دخل على رهان خاسر، هو التشكيك في قدراتنا. واللي أنا بقوله ده مش تحليل مني، ده قاله المستشار القانوني نفسه الإسرائيلي بعد صدور الحكم. لما صدر الحكم زي ما قلت لسيادتك من شوية، وأعلن رئيس الهيئة قراره وانفعلت المحكمة الإسرائيلية، رئيس المحكمة قال اتفضلوا ناخد فنجان شاي، احنا اشتغلنا مع بعض أكتر من سنتين وانتهى الأمر، فيريد ان هو يلطف الجو، فدخلنا ناخد فنجان شاي الوفد المصري مع الوفد الإسرائيلي، وجاء صوت من الوفد الإسرائيلي للمستشار القانوني للوفد الإسرائيلي اسمه روزن شباتاي، أستاذ قانون دولي إسرائيلي ومستشار لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وكان معنا في المفاوضات وكان معنا في كل مراحل التقال. قال اسمعوا يا مصريين، صوت عالي، احنا كنا عارفين ان طابة مصرية، بس الحقيقة ما كناش متوقعين انكم هتعرفوا تدافعوا عنها، فعشان كده للأسف خسرنا، ولو كنا عارفين انكم هتعرضوه بأسلوب علمي مميز بالطريقة دي ما كناش قبلنا التحكيم منذ البداية. فده ردا على سؤال حضرتك، راهنت على ايه؟ راهنت على ان احنا هنتكلم بانفعال، بعصبية، نتكلم كلام سياسي، نتكلم كلام مرسل، دون أن نعتمد على الحقائق ولا أن نعتمد على الخبراء والمتخصصين.
وده الدرس المستفاد في هذه القضية. إنما يبقى عندك أزمة قومية خطيرة على مثل هذا النحو، ما يجبش إنك تاخدها كده بالشطارة والفهلوة ولا بالعاطفة ولا بالانفعال ولا تفكر في أدوار سياسية، إنما تعتمد على الأسلوب العلمي، الأسلوب العلمي الذي يقول كل موضوع لا يحل إلا عن طريق سؤال الخبراء المتخصصين كل في مجاله، رجال القانون يعتمد عليهم في القانون، رجال الجغرافيا يعتمد عليهم في الجغرافيا، رجال التاريخ وهكذا. ده كانت أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في أن احنا نحقق هذا، فضل طبعا عن أن احنا أصحاب حق أصلا، هذا فضل أيضا أن احنا عندنا حس وطني شديد تجاه هذا الأرض، هذا فضل أن احنا مستندين ونحن في هذه القضية لقاعدة أساسية هي انتصار أكتوبر العسكري، لأن لولا هذا الانتصار ما كناش أبدا تفاوضنا مع إسرائيل على الانسحاب بقوة، وما كانتش إسرائيل وقعت اتفاقية السلام سنة 79، وكذلك ما كانتش إسرائيل اضطرت أنها تقبل التحكيم، وكانتش إسرائيل تقبل نتيجة التحكيم التي انتهت بمعركة قانونية قضائية لصالحنا. الانتصار في حرب أكتوبر 73 منح لمصر ثقل تفاوضي كبير فيما بعد، لكن يعني الجندي المصري ضرب أروع الأمثلة والتضحية، والمواطن المصري أيضا من خلال العناصر اللي تم اختيارها في هيئة الدفاع عن طابة. عايز رأي سيادتك وشهادتك في حق الجندي المصري الذي خاض هذه الحرب والذي انتصر فيها والذي ضحى فيها والذي ما زال حتى الآن يضحي من أجل هذا الوطن أن يعيش عزيزا كريما كامل السيادة. أنا شهادتي ليست بذات قيمة، الشهادة الحقيقية لصالح الجندي المصري هو كل ما قيل وكل ما كتب عن حرب أكتوبر في العالم بأكمله، كان انتصارا غير عادي، كان انتصارا عظيما. من كان يتصور ان امام العائق الشديد اللي هو قناة السويس يتم العبور؟ من كان يتصور ان هيخترع المصريون اساليب علمية اللي بيها تمكنهم من العبور الى ضفة القناة الاخرى؟ من كان يتصور، الاسرائيليين الذين كانوا يتصورون ان خط بارليف خط منيع فيش مخلوق يقدر يخترقه، وكيف تم اختراقه من طريق خراطيم المياه، والتسليح الجديد القوي المفاجأة في العبور، القوة في العبور، التضحية في العبور، الضربات الجوية اللي حمت هذا العبور، هذا الانتصار العسكري اللي العالم بأكمله اتكلم عن قيمته في العصر الحديث، وكيف ان استخدمت فيه يعني اساليب من القوات المسلحه في منتهى القوه لم تستخدم من قبل، وان كان في الجندي المصري مقاتل شرس عنيف مؤمن بحقه. يعني انتصار اكتوبر ده اتكتبت فيه ويجب ان تكتب فيه ايضا وتتعمل عنه افلام ووثائق تسجل عظمه الجندي المصري وعظمه الانتصار المصري في أكتوبر سنة 73. كان انتصار مهما تكلمنا عنه لن نوفي القوات المسلحة حقها فيما حققته، انتصار العبور العظيم، ولهذا من حقنا بل من واجبنا أن نتكلم عنه باستمرار وأن نحلله وأن نقيمه وأن نفرح به ونتغنى به ونأخذ الدروس المستفادة منه. فهذا النصر ده يعني أتذكره بكل الخير والسعادة والاعتزاز والفخر كمصري أن لدينا قوات مسلحة كانت هذا، وأن هذا الجيش أعيد بناؤه في 6 سنوات بعد ما كان انتهى ظلما بعدوان غادر مفاجئ في يونيو 67، أعيد بناؤه من أول وجديد، وفي 6 سنوات استطاع أن يعود فيكون بهذه القوة، واللي النهاردة والحمد لله من أكبر القوى العسكرية اللي موجودة في العالم اللي بتحمي أمننا وبتحمي استقرارنا وبتحمي جهودنا من أجل التنمية. فأنا بقدم تحية
للجندي المصري اللي وقف صامد وحقق هذا الانتصار، وقدم التحية للشهداء المصريين اللي بدمائهم وبتضحياتهم استطاعوا أن يحققوا هذا النصر، ويفضلوا الموت على الحياة طالما أن هذا يؤدي إلى تحقيق النصر لبلدهم. وزي ما قلت لحضرتك، نصر أكتوبر العظيم ده هو كان قوة المفاوض المصري لما راح يتفاوض في كامب ديفيد، كان راح يتفاوض مش عن ضعف، عن قوة. إذا ما قبلتوش الانسحاب الكامل أنا قادر أن أحرر أرضي. اقتنعت إسرائيل أن مصر لن تقبل باستمرار احتلال سيناء وأنها هتخرج منها، هتخرج، يبقى الأحسن أنها تخرج منها باتفاق ودي اللي بيه تحقق بعض المزايا. هتنسحب من كل الأراضي المصرية اللي لا تستطيع أن تبقى بها على غير رغبة الجندي المصري ولا موافقته، إنها في نفس الوقت إن هي تقيم علاقة سلام وتقيم علاقات طبيعية بينها وبين أكبر دولة عربية. فهذا الانتصار العسكري كان سند القوة للمفاوض المصري في المفاوضات السياسية التي انتهت بإعلان كامب ديفيد 78 ثم اتفاقية السلام 79. ثم هذا النصر العسكري أيضا هو اللي كان بيقوي المفاوض المصري وهو يصر على التفاوض الانسحاب من طابة ومن رأس النقب، وهو يصر على أن طالما أن التفاوض فشل لابد أن نلجأ إلى التحكيم. ولهذا يعني الحقيقة هو مثلث انتصارات. هذا المثلث أهم ضلع فيه الضلع العسكري، ومعه يقوي ويكمله الضلع السياسي، ومعه يقوي وينهي الصراع الضلع القانوني القضائي الدولي اللي انتهى بتحرير طابة. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسيادتك معالي الدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة الدفاع المصرية عن طابة وأستاذ القانون الدولي ورجل الدولة المرموق. شكرا جزيلا يا فندم، متعكم الله بالصحة والعافية. شكرا جزيلا. أنا اللي شاكر ومقدر للغاية. وفي نهاية هذا اللقاء مشاهدينا الكرام، نقول للآلة الإعلامية المضللة التي تحاول أن تزيف التاريخ أمام الأجيال الشابة التي لم تعاصر كل هذه المعارك وكل هذه التفاصيل، نقول لهم: من الذي حقق الهدف الاستراتيجي من الحرب وهي الأرض، مصر؟ من الذي تحتفل كل عام بهذا النصر، مصر؟ ماذا قالت لجنة أجرانات في نهاية هذه الحرب؟ ومن قدمت للتاريخ لمحاكمته من قادة الجيش الإسرائيلي؟ كل هذه التفاصيل نضعها أمامهم جميعا. وحسنا فعل مركز الترجمة القومي حينما تابع لوزارة الثقافة حينما ترجم تقرير هذه اللجنة وصدر في عدة كتب ليكون شاهدا ووثيقة ماثلة أمام كل الأجيال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.